الآب والأب والروح القدس الإله الواحد آمين. ابن الروح القدس الاله الواحد امين. يسرني كثيرا ان انال بركه تقديم هذا الفيلم عن حياه القديس العظيم فلوباتير مركوريوس اريسيفين الذي انا مدين له بامور كثيره في حياتي، واعترفا اني لم اسعى اليه بل هو الذي سعى الي بمحبته وتضاعي، كما اظهر ذاته ومعجزاته لكثيرين في الداخل والخارج، وأصبح اسمه معروفا كشفيع قوي. تأسست له كنائس عديدة ليس فقط في مصر بل في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وهكذا تحقق فيه قول الرب يسوع من أضاع حياته من أجل يجدها، وأيضا الوعد الإلهي أكرم الذين يكرمونني. هو من شهداء القرن الثالث الميلادي، نال إكليل الاستشهاد سنة 52 ميلادية وهو في سن 25 سنة، معطيا فكرة كيف يمكن الإنسان أن يعيش فترة الشباب ليس فقط في نقاوة وطهارة، بل أيضا يقدم حياته ذبيحة حب على مذبح الاستشهاد أمينا إلى الموت مستحقا إكليل الحياة. وإخوة، مع باقي الشهداء يعطينا مثالا عمليا لمحبة الرب من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة ومن كل النفس، كان يقدم لنا اختبارا حيا لقول معلمنا بولس الرسول: من سيصنع محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ وكذلك قوله: هي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. هكذا لا نستطع المال ولا المنصب كرئيس أعلى للجيش ولا الشهرة ولا كل كنوز إمبراطورية بل ولا كل أنواع العذاب التي احتملها بصبر وفرح. لن تستطع كل هذه الأمور أن تجعله ينكر إلهه الذي من أجله كان ومات كل النهار. في مثل هذه السيرة المقدسة لكي نسأل أنفسنا: أين نحن من هؤلاء؟ ما مقدار محبتنا لإلهنا الذي أحبنا قبلا وبذل ذاته عنا؟ هل لنا شهادة صادقة وسط العالم حسب وصيته تكونون لي شهودا؟ ليتنا تمثل بهذا القديس في شجاعته وهو يعترف مفتخرا أمام الإمبراطور وجميع عظمائه في المملكة: أنا مسيحي، اسمعوا جميعا، أنا مسيحي. تقولها ليس باللسان فقط بل بالعمل وشهادة الحياة. نكون بالحقيقة نورا للعالم وملحا للأرض، آذات صامتة، دروسا عملية، إنجيلا حيا معاشا. كل من يرى أعمالنا الحسنة يمجد أبانا القدوس الذي في السماوات. وقبل أن أترككم يا إخوتي للتمتع بهذه السيرة العطرة المقدسة التي لقديسنا المحبوب، أحب أن أشكر جميع الذين تعبوا في هذا العمل الكبير، راجيا من إلهنا أن يكون هذا الفيلم سبب بركة وخلاص لكثيرين. ببركة صلوات أبينا الطباو المكرم قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنازة المرقسية، وأيضا ببركة راهبات دير القديس أبي سيفين وهي مقدمتهن الأم الفاضلة تمار إيريني رئيسة الدير التي عمل بها الرب هذا العمل الجبار في تعمير الدير رهبانيا ومعماريا. بركة هذا القديس العظيم تكون معنا، وربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. دار أنتون للصوتيات والمرئيات تقدم ثاني إنتاج درامي لها قصة حياة الشهيد فيلوباتير مركوريوس أبي سيفين عن كتاب
سيرة الشهيد العظيم فيلو باتير مرقريوس أبي سيفين، وبمراجعة غير الشهيد. سيناريو وحوار سعيد يوسف، إخراج ماجد توفيق. صباح الخير يا أمي العزيزة. صباح النور يا هدي. يعني ايه اتأخرتي في النوم النهاردة؟ أما كنت بحلم حتة حلم جميل النهاردة والرجاش اتكشف، ما كنتش عايزة أصحى منه أبدا. لازم كنتي بتفكري في عريس جميل. عريس؟ عريس ايه يا أمي بس؟ يا سلام، ده عريسك لازم يكون جميل زي الآلهة. هو في كام ليبيا وقيصرية؟ صدقيني يا امي انا عمري ما خطر على بالي اللي انت بتفكري فيه ده. يعني عايزه تفهميني ان في بنت في سنك ده ما بتفكرش تتجوز؟ طب ايه رايك ان شفت نفسي لابسه ابيض في ابيض وطايره في الهواء زي الحمام؟ ما هو ده بقى يا حبيبتي طب الفرح. طولي بالك يا امي بس اما احكيهولك. سيدتي الفطار جاهز. عرفت كده دايما يا كاسيوس، قطعت عليا الحب الجميل وقطعت على امي سماعه. خلاص بقى يا حبيبتي روحي افطري وبعدين اسمع منك الحلم الجميل ده. استنى يا كاتب، انا عايزاك الورقه دي مكتوب فيها كل اسامي المزارعين اللي ما دفعوش الايجار الشهر ده. انا عايزاك تروح لهم وتقول لهم طبعا اذا ما دفعوش هم عارفين كويس هيجروا مين. خد سيدتي. انا مش شايفة ليديا، هي الدنيا ضربة ولا ايه؟ انا مش شايفة. كاسيوس اهدي سيدتي، اهدي سيدتي ليديا الحقيقة. ايه يا امي حصل ايه؟ انا مش شايفة ليديا. مرة ليه راح؟ انا تعبت. ما تقوليش كده يا امي. ليديا روحي بسرعة هاتي الآلهة. انا عارفة ده انا بسبب وده كله غضب الآلهة. روحي يا ليديا هاتي البخور اهو. يا سيدي وربي يسوع المسيح، هو يا رب قلب سيدي وسيدتي فيرينيا وسيدتي ليديا بنور الإيمان. أيها الآلهة العظيمة اشفيني، رجعيني نور علي وأنا أقدم لك الذبايح سنة كاملة. يا أمي أنا بعت كرسي عشان يندع والدي. اظهر قوتك يا رب واشفيها بإيدك أنت عشان يعرف الكل إنك الإله الحقيقي. السلام لك أيها الرجل الصالح. السلام والفرح يا سيدي. قم واعمل معي اليوم من واحد وسأعطيك أجرك. يا سيدي أنا ما عرفكش، انت باين عليه غريب عن المدينة، ازاي اشتغل معاك وانا عبد صاحب البيت ده؟ اسمع ايها المحب للاله، ان جسدي في هذه المدينة وسوف تبنى فيها كنيسة باسمي، فعندما يبدأ النهار خذ آلة حفرك وسر الى البيت المهدم هناك واحفر تحت الحائط القبلي، فستجد جسدي موضوع هناك ملفوف بثوب ابيض. أنا يا سيدي؟ نعم أنت. والآن سأعرفك من أنت. اسمي فيلو باتير مركوريوس أبي سيفين، روماني الجنس، ولدت عام 225 ميلادية.
كسر شعاع النور فعليا نورك انت منور قلبي ايدك انت ماسكة ايديا حتى ان قامت كل الدنيا عليا حتى انكسر شعاع النور فعليا نورك انت منور قلبي ايدك انت ماسكة ايديا كل الدنيا علي حتى انكسر شعاع النور فعلي نورك انت منور قلبي ايدك انت ماسكة ايديا حتى انقامت كل هيسميه جده هو جده زمانه جاي اهو جه هناك هو اللي هيسميه فين حفيدي حفيدي ودي هديتك هديتك يا حبيبي 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 احنا نشكر الآلهة انها وهبتنا طفل طفل حلو زي شبهي بالظبط ويا ترى هسميه يا والدي هسميه فيلوباتير 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 يعني حبيب ابوه انا عمري في حياتي من يوم ما اتولدت ما شربت زي ما شربت النهارده فرحان يا والدي فرحان ايه اللي فرحان انا فرحان قوي عشان الالهة وهبتنا طفل جميل حفيدي حبيبي وطلع شبهي وبيحمل اسمي قبل ما اموت العمر الطويل ليك يا والدي شكرا للالهة
اسمع يا ابني، حضر نفسك عشان احنا بكرة هنطلع نصطاد، وكل اللي احنا هنصطاده هنقدمه للآلهة في المعبد الشرقي. ولا بيتهيألي بيتهيألي ان انا هصطاد للواد حفيدي حبيبي. اتقال ان انا هصطاد له غزلتين بسهم واحد. انت بتلعب في ودنك ليه؟ ولا حاجة، عشان انا احسن واحد بيصطاد بالسهم واحد. امرك يا ولدي. وما تنساش تتمم على سهامك وسيوفك ورماحك وخيولك، خيولك بالذات لازم تتمم عليها. تلاش يا ولدي، كل شيء حيكون جاهز. وما تنساش كمان تماثيل الآلهة. اطمئن يا ولدي. ايوه كده كويس. وما تنساش تبص لي حفيدي حبيبي. الصبح بدري تبعت لي العبد الاسود هو اللي يصحيني، وياك تبعت لي التاني ابو وش احمر ده عشان انا مش بحبه بتشائم. انت سامعني؟ اطمئن يا والدي. طيب عشان بتشائم لما بشوفه. لا اطمئن. طيب ما تتأخرش علينا. وانا اقدر اتأخر عليكي وعلى فلوباتير؟ سيدي جولديانو. نعم خير. سيدي كبير في انتظارك. حاضر. اسمع من يا طول فترة غيابي مش عايز عينيك تبعد عني. مش عايز اي شكوى. انا روحي تداهم يا سيدي. انا بتفضل. تروح وترجع لنا بالسلامة. راحتك على يديها يا سيدي. انا بيتهيألي ان المكان ده ملغم بالغزلان. لا لا لا، انا يتهيألي المكان ده كان مرعى للبقر الوحشي. لا لا، ده مكعم بالغزلان، لان انا وانا صغير قبل انت ما تتولد انا كنت باجي اصطاد هنا. اهو ايه مالك انت بتقرش ودنك ليه؟ كنت باجي اصطاد هنا اهو اشوف الغزاله من دول المحها. انا المح بس الغزاله وبالسهم بتاعي ده يروح طالع الغزاله تجري والسهم يجري وراها، غزاله تجري السهم يجري وراها، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، يطلع من دي يخش في دي، لغايه اما يخلص على القطيع كله. قل انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، السهم يخلص على القطيع ويرجع لي انا تاني. اهو هو ده السهم، هو ده اللي بيعمل كل حاجه. اه تتكلم ازاي؟ ده انتوا جيل تعبان. انت ايه بتهرش في ودنك كده ليه؟ لا لا لا، تعبان شويه. اه سلامتك. سيدي. ها؟ ايوه نصبنا الشباك. كويس كويس ان كنتوا نصبتوا الشباك. يلا يلا بينا عشان نراقب الشباك. يلا انت بتهرش في ودنك كده ليه؟ انت يا ابني حطيتوا الاجراس؟ كل شيء تمام يا سيدي. طيب ادخل بقى هات لي السيف بتاعك عشان انا مبسوط منك. عاملك يا سيدي. ادخل ادخل، اصل انا احب اصطاد بالسيف، ما احبش اصطاد بالسهم عشان السهم ده وحش مش بيعمل حاجة. انا هشتغل بالرمح. لا انا بقى هشتغل بالسيف. خلاص اشتغل بالسيف. انت بتاخدني على قد عقلي؟ يا اله الصيد العظيم احسن صيدنا لنقدمه ضحية لك يا اله الصيد العظيم. يلا يلا عشان اسندك. قوم قوم انت تعبان، ده انتوا جيل تعبان. يلا
لك الرب يسوع المسيح، أنا هو الرب الذي أحبك، خالق السماء والأرض والبحار وكل ما فيها. أنا عارف أعمالك واستقامة قلبك، لهذا أعلمك إني أبغض عبادة الأوثان مصنوعات الأيادي، وإني أخبرك أن نسلك ولدك يكون مثل حجر الجوهر الذي يضيء بالنهار والليل، وبسببه فتبارك أنت وزوجتك، لأني وهبته لا أن يؤمن بي فقط بل أن يتألم من أجل اسمي. سيدي سيدي أنت بخير؟ شكر للآلهة. سيدي سيدي مش عارف مش عارف إذا كنا نعزيك ولا نهنيك يا سيدي. ما تبكيش يا سارد، كان لازم يحصل كده. الله خالق السماء والأرض أراد عشان يفتح علي عن حاجات كتيرة كانت غايبة عني. شكرا للرب شكرا للرب شكرا للرب. يظهر ان الخضة أثرت عليه. فين والدي؟ وحش كبير ظهر وخطفه واختفى. اسمع، لموا أدواتكم هنرجع ونرحل. أمرك يا سيدي، بس يا ريت نسجد الآلهة اللي أنقذتك. آلهة إيه يا ابني؟ دي شوية أمثال صنعناها بإيدينا، لكن الإله الحقيقي ساكن في السماء، صنع الكون، خلق الناس كلها. هنرجع، يلا نرجع. لا لا حضرتك، في ساعة ما سبنا البلد ودخلنا مقاطعة سكيتس وسط الغابة. في إيه؟ مالك؟ أنت كمان بتشك فيا؟ زي ما العبيد شكوا فيا وافتكروني جننت. لا أبدا، أصل أنا كمان سمعت الصوت اللي أنت سمعته في الغابة، وكلام اللي أنت قلته إنه حصل أنا سمعته، والشخص اللي كلمني طمني عليك، وأنا دلوقتي بس آمنت إن النعمة اللي إحنا نلناها بسبب إله المسيحيين الإله الحقيقي. كوريانوس، قل الآن وخذ امرأتك وابنك واذهب إلى أسقف المدينة وأعلن إيمانك ليتم عمادك لتنال أنت وعائلتك نعمة الرب. من النهاردة يا جورديانوس، بعد ما نلت نعمة المعمودية وتناولت أنت وعائلتك من الأسرار المقدسة بأسمك نوح، وده الاسم اللي أنا عمدتك بيه، أما أنت فسفينة، أما فيلوباتير فأنا عمدته باسم فيلوباتير. دوموا على الاعتراف والتناول والصلاة. أنا عارف إن فيلوباتير معناه حبيب أبوه السماوي، لكن إيه معنى نوح وسفينة؟ نوح يا ابني نبي من أنبياء الله، بيه وبولاده وبزوجته تأسس العالم. بعد الله ما أعلن غضبه على شرور الإنسان ونزل الطوفان واتفتحت طاقات السماء 40 يوم و40 ليلة. أما السفينة فهي سفينة النجاة، ودي رمز للكنيسة المنتصرة. ضعوا أمامكم المحبة في كل تعاملاتكم حتى مع عبدة الأوثان. حبوا كل الناس حسب وصية سيدنا وربنا يسوع المسيح. يعني إيه الذبايح ناصر؟ إيه خلاص خلصت؟ يا مولاي، الصياد المسؤول عن الذبايح اعتنق المسيحية. ها، صياد الذبائح اعتنق المسيحية، شيء جميل. انتم اكيد اتجننتم يا مولاي، الاشاعات مالية المدينة كلها. يعني قصدك تقول ان الراجل ده فضل المسيحية عن تجارته الرابحة؟ يا مولاي، الجماعة دول يفضلوا يموتوا من الجوع على انهم ينكروا المصلوب. المصلوب دايما المصلوب المصلوب. وانتم كيدتكم ايه؟ ها، مش قادرين تجبروهم على ترك العقيدة دي؟ يا مولاي، العقيدة دي عقيدة سحرية ليها طقوسها وطلاسمها، واحنا رجال حرب مش رجال سحر. رجال حرب، هو ده اللي انا دايما باخده منكم، رجال حرب رجال حرب رجال حرب
تحاربوهم. اسمع، انت تذهب دلوقتي فورا وتجيب لي متعهد الصيد ده هنا حالا، مفهوم؟ امر مولاي. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم ات وليس له في شيء. انت لسه ما نمتش؟ كنت بصلي في لوبيتير. نام؟ ايوه. وانت ما نمتيش ليه؟ حقيقة انا قلقانة. من ايه؟ من اصحابك اللي زاروك الصبح. خايفة ليوصل للوالي خبر ايماني بالمسيح؟ ما تخافيش، الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون. والاسبوع اللي فات اشتريت نمر افريقي من اشرس انواع النمور. اعتقد يا مولاي ده اللي بيطلقوا عليه اسم الببر. لا يا عزيزي، الببر ده من فصيلة تانية. لكن ايه مولاي؟ ايه في ايه؟ جورديانوس يا سيد الوالي. ماله؟ قبضنا عليهم منتظرين امرك. هاتوه هنا. ومين جورديانوس ده؟ ده اعظم صياد وحوش ومورد حيوانات هنا في الولاية. طب قبضوا عليه ليه؟ اكيد غشاش. ابدا لا غشاش ولا حرام، انما اعتنق المسيحية. وايه اللي يخلي صياد وحوش يعتنق المسيحية؟ انا سمعت ان معظم تلاميذ معلمهم كانوا صيادين فعلا، لكن كانوا صيادين سمك مش وحوش. ما تفرقش. سيد الوالي، الاسير جورديانوس يا مولاي. ايه يا جورديانوس اللي سمعته دوت؟ خير يا مولاي. مولاك؟ مولاك ايه بقى؟ ما خلاص بقالك ملك غيري. دينا جناب الوالي بيدعونا لطاعة الملوك والامراء والرؤساء، ومش بس كده، والصلاة من اجلهم. وبتصلوا لمين بقى؟ للرب. اي رب؟ المسلوب؟ النجار؟ تصوروا يا جماعة ان رب الجماعة دولة نجار، اتهم وحكم عليه وصلبوه كمان. يا سيدي الوالي، انا ما بنكرش ان الهي وسيدي يسوع المسيح. ماله؟ كان نجار وكان فقير وصلب على خشبة. كل المعلومات اللي انتوا قلتوها عنه حقيقية، ولكن اللي انتوا ما تعرفوهوش ليه اتولد فقير وليه صلب ومات على الصليب. نفسي اعرف ليه اله يتولد فقير. عشان يعلمنا التواضع ايتها الاميرة. التواضع؟ التواضع. وايه مسألة الصلب دي؟ مسألة الصلب مسألة فداء. فداء مين؟ فداء البشر، كل البشر. يفديهم بايه وليه؟ اظن يا سيدي مهما كانت الديانة اللي بتدين بيها، الخلق صفة الالهة. من هنا حبدأ معاك الحوار. عندما خلق الله الانسان على صورته ومثاله، وضعه في جنة عدن وامره ان يأكل من جميع ازهار الجنة الا شجرة واحدة. ها كمل لما نشوف اخرتها. لكن الشيطان اغرى المرأة. لا ده انت زودتها قوي. ارجوك ها كمل. اغرى المرأة بايه؟ بان تأكل وتعطي رجلها من هذه الشجرة. عملية تمرد يعني؟ بل عصيان يا سيدي الوالي. هي فعلا عملية عصيان لما الامبراطوري قرر عدم اعتناق المسيحية ويحرم هذا الدين، ويجي واحد زيك انت يعتنقه؟ تسمي ده ايه؟ سيدي الوالي انا عصيان، مش كده؟ انت حكمت على نفسك يا جورديانوس بالعصيان، وانت عارف حكم العصيان كويس. يقبض على عائلة هذا الرجل وتلقى معه في السجن حتى الموت. ياه الليل جميل قوي، بيوحي بأجمل عبارات الحب. أكيد
أكيد إن الإلهة ديانا فرد التبه الأزرق على الكون. إيه؟ مالك يا مولاي؟ ها؟ لا مفيش. مفيش إزاي؟ أنت مش معايا خالص. تفتكر إزاي واحد زي جوريديانوس يرضى إنه يتقبض عليه هو وعائلته ويترمي في السجن؟ مش بس كده، لأ، تتصادر كل أمواله علشان دين الناصري؟ يا مولاي ما تشغلش بالك بالجماعة دول، شايف الجو الجميل ده؟ لابد ان الدين ده في حاجة بتخليهم يضحوا بكل شيء من اجله. ايه ده؟ في حاجة يا مولاي؟ انتي مش سمع حاجة؟ اسمعي كده. مش سمع غير صوت خرير المياه. لا لا لا، انا قصدي صوت الغنى، في صوت جميل بيغني. يا مولاي ده صوت قلبي وقلبك، صوت الليل اللي احنا فيه هو اللي بيصور لك انك بتسمع الموسيقى والغنى ده. انا بقى كده اطمنت انك فعلا بتحبني. انا بتكلم جد، اسمعي الصوت ده جاي من هنا، من ناحية معسكر الجنود. فعلا مش قلتلك ده الصوت ده جاي من ناحية السجن؟ معقولة؟ معقولة المساجين بتغني؟ تعالي تعالي نشوف فيه ايه. مولاي الوالي، في ايه يا عم؟ جوردانوس وعائلته في السجن يا مولاي. ايه عاملين حفلة؟ من وقت ما قبضنا عليهم وهم عمالين يغنوا على اناشيد دينية، والناس اللي حواليهم عمالين يغنوا معاهم، وانت معرفتوش يسجنوهم؟ كل ما نيجي نهرب منهم رجلينا تتسمر مكانها يا مولاي. أمرنا بطاعة الملوك والأمراء والرؤساء والولاء ليهم. صدقني مولاي، احنا المسيحيين بنحب كل الناس، منكرهش حد أبدا. ده اللي أنا حسيته وأخبرت بيه. جوردانوس، أنا هعوضك عن كل ما لحق بك من إهانات، وده تم بالفعل. اقرأ ما كتبت. أمرنا نحن والي سكيتوس بتولية جوردانوس على المقاطعة الشمالية، وخلع لقب أمير عليه هو وعائلته، ورفض جميع أمواله وأملاكه وعبيده، وتقديم وافر الاحترام لهم من رعيته وجنوده، واعتباره ممثلا شخصيا لي في المقاطعة. امضاء والي سكيتوس العظيم. يا مولاي أنا أشكرك على كرمك، ولكن أنا عايز تصحيح بسيط. تصحيح إيه؟ نعم إذا سمح مولاي.
اسمع اتكلم. التصحيح في الاسم فقط. انا اخطأت في اسمك؟ لا مولاي، جورديانوس ده اسم القديم، ولكن بعد ايماني اصبح اسم نوح. هذا افضل لكي ينسى الشعب اسم جورديانوس. صحح الاسم. في شيء بيني وبينك مش هذكره في الوثيقة، وهو أن لك أن تعبد إلهك أنت وعائلتك كيفما شئت. قول يا فلوباتي. صحيح بيتحول الخبز والخمر في القداس لجسد الرب ودمه؟ ايوه يا ابني، ده سر من اسرار الكنيسه اللي اسسه الرب يوم خميس العهد. فاكر الرب قال ايه؟ اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال: خذوا كله هذا هو جسدي. ثم اخذ الكاس وشكر وبارك وأعطاهم فشربوا منها كلهم، ثم قال لهم: هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك من أجل الكثيرين. ده سر عظيم من أسرار الكنيسة. عارف عددهم كام يا فلوباتير؟ أيوة 7 أسرار. سيد الأمير فلوباتير، صديقك الأمير روسس ينتظرك بالحديقة. اسمح لي يا والدي. اتفضل. هات شوف تعالى ورايا. حاضر يا سيدي. عايز تتمرنوا كويس عشان لما تكبروا تمسكوا ده. عظيم عظيم جدا يا فلوباتير. بس هو خدني على اخوانك. أثناء المبارزة لابد أنك أنت تكون منتبه لكل حركات خصمك. كفاية شرب بقى، أنا عمري ما شفتك بتسكر بالشكل ده. ولسه ياما هنشرب. قصدك إيه؟ الشيء اللي مجنني اني انا بونتيوس بافيوس قائد جيوش المقاطعه دي كلها، والوحيد اللي يستحق انه يحكم الولايه كلها. يستبعدني الوالي ويجي الامير نوح يعينه بدالي انا. سيد القائد اهدى، مش كده. تفتكر بذمتك انت تفتكر انه اكفأ مني؟ ها؟ انت كفايه شرب بقى، انت كده بتضر نفسك. نفسي اعرف الوالي ليه عمل كده، ومين هو؟ مين هو الامير نوح ده عشان يعينه مكاني في المنصب اللي كافحت طول عمري عشانه؟ طول عمري انا بكرهه. طب اهدى، انت سكران قوم ارتاح. نفسي ارتاح. رسالة من الوالي يا مولاي. الوالي بيأمرنا بالتوجه فورا للبربر ومحاربتهم حتى النصر. ابوك فنشكر الرب على انتصارنا على البربر.
واشكركم جميعا على ما اظهرتموه من بسالة ونضال اثناء المعركة. والان نستعد جميعا للعودة الى الاهل والاحباب. وطبعا المجد ده هيتنسب له. واكيد الوالي هيعليه. يبقى حانت اللحظة المناسبة واحنا كلنا معاك. اكد على رجالتك. حصل. لازم الامير هو يموت. لازم اقطع عليه هو وجنوده واتولى على المقاطعة. تؤمر بحاجة تانية؟ ايوه. الخطة اتغيرت. ازاي؟ احنا مش هنهجم عليه هو في خيمته. انما أوعز الشيطان لبونتوس أن يراقب هو وفرقته جورديانوس وجنوده ليقتلوه، وذلك لحقدهم عليه لانتصاره على البربر. لكن الله خلصه من يد بونتوس، ولكنه وقع في يد ملك البربر. ازاي ده حصل؟ كمين من البربر يا مولاي قضى عليه هو وجنوده انتقاما لهزيمته. وانتوا كنتوا فين؟ للاسف يا مولاي، على ما وصلنا لميدان المعركة كان الأمير نوح وكل جنوده قضي عليهم. أبلغ الأميرة سفينة زوجته بالخبر، وتولى أنت حكم المقاطعة على ألا تمس عائلته بسوء. أنا بحذرك، بلغها عزائي. أمرك يا مولاي. فلترحم الآلهة روح الأمير نوح. دي أكبر فرصة ليا إني أستولى على قلب الأميرة سفينة وأتجوزها. إلهي وسيدي يسوع المسيح، لقد كنت دائما بجانبي، نصرتني في الحرب على البربر. أنا أعلم أباك لن تتركني ولن تسلمني يد أعدائك، لأني أثق من رحمك. وأعلم أن هذا الذي حدث هو من حكمة البشر، من حكمة الشيطان. لكن يا رب، لكن وعندي، لكن يا رب من هذا أعدائي. لقد سمع الرب لصوت صلاتك وأرسلني كي اطمئن قلبك أن الرب يسوع المسيح إلهك لن يتركك وسوف ينجيك. افتحوا الباب، فكوا القيود. انت مين الراجل انت؟ ومين الراجل اللي كان منور معاك في السجن ده؟ ده ملاك أرسلها الرب ليحميني. يحميك؟ تعال معايا لما تشوف حكايتك ايه وحكايه الملاك بتاعك. تعال. تخاف لاني معك. الطائر بطل مولاك الاميره، يبلغك الوالي العظيم بوفاه زوجك في ساحه الشرف، ويرسل لك تعزيز، ويبلغك ايضا يا مولاتي العظيمه أن جميع حقوقكم وألقابكم لن يمسها إنسان، إكراما لذكرى زوجك الأمير نوح الشجاع. مولاك شوف يا
انت النهاردة ضيفي، يعني انت معزز مكرم. والاصل كله، الاصل كله تحت امرك، خد راحتك على الاخر. عايز اقول لك حاجه كمان، العبيد دول كلهم كلهم تحت امرك. يعني تعتبر ان هم جدتك. كشوار يعني انت راجل ايه؟ معزز مكرم. كل الحاجات دي كلهم نحاول كلهم بلام انتوا عقلتم. خدت بالك؟ هو كل شيء تطلبه اي شيء مجاب. شكرا ايها الملك. عظيمة هي وعودك يا رب. سيدة السفينة. في ايه يا كلوديوس؟ لو سمحت عايزة تكلمي في حاجة مهمة. في ايه؟ في حاجة حصلت لبروفيسور؟ لا يا لا، بروفيسور بخير الحمد لله. أمال في ايه قلقتني؟ الوالي يا مولاتي في الطريق ليك عشان ياخدك لقصره. ليه؟ أنا ما اشتكتش. وأنت عرفت ازاي؟ سمعت يا مولاتي. سمعت ايه؟ قول بسرعة. سمعت إنه عايز يرفعك جنبه على كرسي الولاية. يعني ايه؟ عايز يتجوزك يا مولاتي. هو فين دلوقتي؟ في نص الطريق تقريبا، وحيوصل مع دخول الليل. يبقى لازم نتصرف بسرعة. أشكرك يا كلوديوس. لازم نشوف أي طريقة للهرب. أنا جهزت كل حاجة يا مولاتي، يا ريت تاخدي كل حاجة من ذهب وجوهرات، أي حاجة تحتاجها في غرفتك حالا. وعندما حضر الوالي إلى قصر نوح لم يجد سفينة وابنها، وأبلغه الخادم الأمين أنها في أيامها الأخيرة قد حطمها الحزن على فراق زوجها الأمير نوح، فقررت ترك القصر، ولا أحد يعلم مكانها. فما كان من الوالي إلا أنه تأسف عليها وعلى ما أصابها. سيد الملك. الأمير نوح على الباب. سيد الملك، أطال الله في عمرك. تعال جنب هنا يا نوح، تعال جنب. أبقاك الله لشعبك أيها الملك. إيه يا أمير نوح؟ تعال جنب الأكل. نعم يا سيدي. اتكلم يا سامح. قول. سيدي الملك، أنا بقالي سنة وخمس أشهر في ضيافة الملك العظيم، واشتقت لزوجتي وابني. ولو هتكملش هتكملش يا امير نوح. انا فهمت انت عايز تقول ايه. لا كما تريد، ولو ان ده هيحرمني من وجودك جنبي. ارجو ان مولاي يسمح لي بتبديل الملابس دي والبس ملابس العسكريه لحسن ما يعرفونيش. ده اللي حصل لي يا ابانا، وهي دي حكايتي. وانت قاعده فين دلوقتي يا بنتي؟ في فندق الغرب. ده اللي قرب النهر؟ ايوه يا ابانا. يا ريت يا ابانا ابقى من شعبك وتقبل تاخد اعترافاتي انا وفليباتير. ان شاء الله يا بنتي، ربنا دبر امورك. المفاجاه اسلاجت صدري يا امير نوح. انا كمان كنت مشتاق لرؤيه جنابك ايها الوالي العظيم، لكن زوجتي وابني حصل لهم ايه؟ يا امير نوح، زي ما قلت لك بالظبط، هو ده اللي حصل. الخدم بيقولوا ان صحتها تعبت في الايام الاخيره، وحالتها النفسيه كانت صعبه جدا، ومحدش يعرف يا ترى هي راحت فين، ولا الامير فيلوباتير راح فين. لا لا يا امير نوح، مين عارف؟ مش يمكن لو عرفت انك لسه على قيد الحياه ترجع لك؟ يا مولاي اسمع يا امير نوح، انا طبعا عارف ان انت السبب
في انتصارنا على البربر، لكن أرجو أنك تكفر لي في غيابك يا أمير نوح. كان لازم يكون في حد موجود والي على المقاطعة، وأنا عرفت يا مولاي، وربنا يسامح الجميع. يا أمير نوح، أنا هوليك على مقاطعة على حدود بلاد الروم، إيه رأيك؟ اللي يؤمر بيه مولاي. ومرت السنين، أصبح فيها قديسنا شابا يافعا. لقد أحسنت أمه سفينة تربيته التربية الدينية الصالحة. سيدي يسوع المسيح، أعني على خدمتك، وضع في قلبي محبتك، واجعلني من قطيع، ولا تسلمني لمؤامرات الشيطان ولا لإغراءات عدو الخير التي يزينها للشباب في مثل سني. وارحمني وارحم روح والدي نوح، وحافظ على أمي سفينة، فأنت ربي وإلهي ومخلصي. واسمعني يا سيدي حينما أقول لك بكل شكر، يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. دايما بيتكرر عليا من بعد ما فقدت زوجتي وابني، بشوف نفسي وقدامي خبز وخمر وبشم ريحه جميله جدا صعبه منهم. يا ابني، انا شايف ان السماء عايزه تعلن لك ان ابنك وزوجتك على قيد الحياه، ولابد ان عنايه الله هتدبر لقائكم. يا ريت يا ابانا، يا ريت. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. صلي من أجلي يا بانا، صلي من أجلي. ربنا يباركك. يا أمير نوح، بقالك مدة كبيرة وانت على الحالة دي، مش عارف كنت ايه الحلم ده بتكرر على كتير، مش عايز يسيبني أبدا. مش أبونا الأسقف فصلهولك؟ أيوة فلسة. أنا شايف إن أعصابك تعبانة شوية اليومين دول يا أمير نوح. إيه رأيك لو تخرج تنصيد السمك من البحيرة بكرة؟ لا، عندك حق. عموما على البحيرة فندق جميل جدا اسمه فندق الغربة، نحجز فيه ونقضي هناك يومين. الأمير نوح ما كانش عنده حظ النهاردة، استبصرك يا أحمد. يا سيد، وانا في سنك كنت بصطاد وحوش، لكن اعمل ايه؟ اصل كده مع السمك. امي خير؟ اسمع يا فروباتير، في امير بيزور الفندق وانا شفته في الحديقه، انا عايزاك يا ابني تقابله. خير يا امي. البس يا ابني لبس الجنديه واركب الحصان اللي تحت وتقدم ليه وتديله التحية. ليه يا أمي؟ ربما يا ابني يضمك لجنوده وتصبح ضابط من ضباطه. أنا أؤمن أن الله
هيعطيك نعمة قدامه. أمرك يا أمي. أنت مين أمرك تركب حصان الأمير؟ أنت جبت اللبس ده منين؟ وإيه اللي راكبك الحصان ده؟ أنت مين؟ يا سيدي الأمير، أنا جندي وابن أمير وأمي أيضا أميرة. ويا ترى تعرف تجيد فنون القتال؟ نعم يا مولاي. مولاي مولاي. أنت مين؟ أنا أم. إحنا عيلة صغيرة، زوجي كان صياد وحوش وأشرق علينا الرب بنور الإيمان فأصبحنا مسيحيين، وأعطاني الرب اسم سفينة وأعطاه هو اسم نوح. أنا نوح، أنا نوح يا زوجتي الحبيب، أنا نوح. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. يا بكير ابني والدي. ربي وإلهي ومخلصي وفدي يا يسوع المسيح، أشكر مراحمك، أشكر محبتك، أشكر عنايتك، أشكرك يا رب أنك سمحت لي أن أعيش حتى ألتقي بزوجتي سفينة وابن الحبيب لبكير. أشكرك يا رب لأنك جعلتني ألتقي بزوجي نوح وأطمئن عليه وأن يتعرف على ابننا فلوباتير. أعطنا يا رب أن نكون أبناء صالحين لك. أشكرك يا رب لأنك سمحت لي بعد هذه الفترة الطويلة أن ألتقي بوالدي الحبيب نوح ويتعرف علي وعلى والدتي سفينة. علمنا وارشدنا. معك لا أريد شيئا على الأرض. اذكرني يا رب متى لديك في ملكوتك. الحقيقة يا أميرة سفينة، رجوعك أنت والأمير سلباتير رجع السعادة للأمير نوح ولينا كلنا. أشكرك فعلا أنك كنت لص. عندك حق، رجوع زوجتي وابني أدخل البهجة لحياتي وللقصر بعد ما خيم عليه الحزن سنين. تسمحي لي يا سيدة الأميرة أقدم زوجتي وأولادي اللي جم مخصوص للتهنئة، وأنا أحب أتعرف عليهم. يسمح مولاي؟ خليهم يتفضلوا. زوجتي جوليانا، هيرمان، ديوباسا، كندور، اخر العنوز. تشرفنا، احنا سعدنا بلقائكم. الحمد لله على سلامتك يا أميرة وسلامة الأمير فلوباتير. ما تتصوريش وقع الخبر الحلو ده كان على قلوبنا ازاي. حقيقي الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. اشكر شعاركم. وانت يا هيرمان؟ يا مولاتي انا فرحان برجوعك انت والامير فلوباتير. اشكرك يا هيرمان، وانا شايفة كده انك هتكون فارس من الفرسان العظام. انا خادم من الامير نوح من رجال. خلاص معلينك وزير. وانت يا فيبوسا؟ السعادة برجوع الاميرة والامير فلوباتير. دي حاجة احنا كلنا شاعرين بيها، لكن انا قصدي لما تكبري تحبي تبقي ايه؟ أبقى زي ماما. ست بيت يعني؟ وخادمة للرب. الرب معاك يا فيبوسا، دومي على الصلاة والصوم والتناول وأكيد الرب هيحقق لك كل مرادك. وأنت بقى يا أخ العنقود؟ أنا عاوزة أبقى زي بابا. وزيرة يعني؟ عال، يبقى عندك اتنين وزراء. الأمير فيه كتير. من النهارده أمير فلوباتير انت قائد من القوة دي، عايزك تتدرب على فنون الحرب والقتال لتصبح قائد الجيوش. امرك يا ولد. ها ها ها
أحيا حياة الاستعداد الدائم لملاقاتك، حتى عندما انتقل إليك أسمع صوتك الحنون: تعالوا إلي يا مبارك أبي، ارثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم، ادخل إلى فرح سيدك. ربي ليش لا أن أنطلق؟ وبعد نياحة الأمير نوح أصدر الوالي أوامره بتعيين القديس فيلوباتير قائدا من قواده، وذلك خلفا لوالده. ايه يا فاليريانوس، مفيش اخبار عن البربر دول؟ اطمئن، في عهد ولايتكم يا مولاي كل شيء هينتظم. سيدي الامبراطور ديسيوس، في ايه؟ رسالة من الامير ماركوس. انتصار ساحق على البربر. شكرا للآلهة. خضيرة يا فاليريانوس، تعرفش هو دعانا للاجتماع ليه؟ يمكن يكون في اخبار مهمة. النهاردة انا بزفلكم انا الامبراطور ديسيوس وشريكي في الحكم الامبراطور فاليريانوس خبر انتصار جيوش روما العظمى على جيوش البربر والقضاء عليهم تماما. النهاردة أعدنا لروما مجدها العظيم. تحيا روما العظمى، تحيا روما العظمى، تحيا روما العظمى. ولقد اتخذت أنا وشريكي في الحكم الإمبراطور فاليريانوس قرار أرجو موافقتكم عليه. اجتازت روما العظمى محنة الحروب مع البربر، وقد ساعدتنا آلهتنا العظيمة في انتزاع النصر، لذلك أمرنا نحن بفتح أبواب المعابد في كل مدينة وكل بلد، كما أمرنا بعدم تواجد أي مسيحي والقضاء عليه نهائيا، وعلى كل الشعب تقديم الذبائح، وكل من يرفض تقديم الذبائح والضحية لآلهتنا العظيمة يكون محكوما عليه بالموت. الامبراطور ديسيوس والامبراطور فاليريانوس. وافق. انا سعيد بقراركم الحكيم. يكتب هذا المنشور ويوزع على موثق الامبراطورية، وترسل صورة من هذا المنشور إلى جميع أنحاء الإمبراطورية. سيدي الإمبراطور، القائد ماركوس. سيدي الإمبراطور ديسيوس، سيدي الإمبراطور فاليريانوس، السادة أعضاء مجلس الشيوخ، القائد ماركوس يقدم لكم سيف ملك البربر المهزوم دليل على ولائنا للإمبراطورية وللإمبراطور. تقدم أيها القائد. تحيا روما العظمى. وأحب أقدم لكم أكبر قوادي ومساعدي واللي كان سبب في النصر معانا، القائد مركوريوس. انا مسرور بلقائك يا مركوريوس، فرحان قوي بكل اللي سمعته عنك. من دلوقتي انت احد قواد العظماء، وانا رئيسك الى طبقة الامراء. اشكر مولاي الامبراطور على هذه الثقة الغالية، اشكركم جميعا. كنت بصلي لك طول فترة الحرب. الحقيقة يا أمي الحرب كانت صعبة قوي وقسينا فيها كتير، ولكن الرب نصرنا. سمعت بالمنشور اللي أصدره الإمبراطور؟ سمعت يا أمي، ما تخافيش ربنا مش هيتخلى عن أولاده. الدم يا ابني مغرق شوارع روما. الرب يجازي، يدافع عنكم وأنتم تصمتون. أنا خايفة يا ابني لو عرفوا أنك مسيحي.
يا أمي لازم تعرفي إن سر انتصاري في الحرب هو تمسكي بالرب وصلاتي. في عز المعركة كنت برفع صوتي لي وكنت بشعر بإيده بتأيدني. ربنا معاك. ارقم الدم. حرام عليكم السلاح. حرام عليكم. حرام. ابني ماذا؟ سيدي الفارق العبد ده زبطناه وهو بيسرع من مطبخ سيدي. فكوكا حاضر. تعال حاضر يا سيدي. انت سرعت ليه؟ الجوع حمتين يا سيدي. ليه؟ برضه ما بتدلوش ياكل؟ بنديله ثلاث وجبات كل يوم يا سيدي. امال ايه حكايتك؟ انت مش عارف ان السرقه يعاقب عليها؟ عارف يا سيدي لكن ارجوك لا يحمل غضبك على عبدك. اتكلم في ايه؟ دافع عن نفسك. انا صحيح عبد عندك يا سيدي لكن ليا ام وسني واخواتي صغار وما لهمش عائل غير وعايشين خارج القصر وكنت كل يوم لما اخد نصيبي من الاكلح والشرب وارمهولهم من فوق سور القصر والنهارده لما اديتهولهم جوه وسرقت عشان اكل. يعني عايز تفهمني انك بتحرم نفسك من الاكل عشان خاطر تعول امك واخواتك؟ عظيمة محبتك لكن انت غلطان. غلطان يا سيدي وحرمت. كان لازم تبلغني وانا كنت هتصرف. في حقيقة ما حبيتش اتقل عليك لاني مشغولياتك كتير. روح هات اسرتك تعيش معايا في القصر وربنا يدبر كل شيء. بارك الله فيك يا سيدي الامير. بارك الله فيك يا سيدي الامير. تفتكر ان البربر هيسكتوا على الهزيمة دي؟ طبعا لا. لاحظ ان مش هيقدروا يقوموا بحرب جديدة من تاني هنهزمهم بقوة الآلهة العظيمة. ما دام عندنا قوات مخلصين زي ماركوس وماركيوس يبقى مش ممكن ان البربر هتقوم دولة ابدا. على شرف روما العظمى. اهلا اهلا اهلا. ايه ما وحشتكش؟ اتفضلي. وحشتيني جدا جدا بس اعمل ايه؟ الحرب؟ الحرب خلصت. استاذن انا. مين الضابط ده؟ ده القائد مرقريوس. خليك. استاذن. خليك ما تستأذنيش. لونا. لونا؟ بنت اختي، اجمل فتيات روما. القائد مرقريوس. قائد صغير كده. القيادة من سني يا سيدي. لونا. اسمي لونا يا ماركوريوس. هاي ديسيوس ماركوس. تعالى 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 ماركوريوس. أرجوك يا سيدتي أنا لازم أمشي دلوقتي. ماركوريوس ما تنساش أنت في حفل الإمبراطور ما تقدرش تنسى يعني أنك للآلهة. اقعد يا ماركوريوس. انت مين؟ انا فيلوباتير ماركوريوس ابن الامير نوح وقائد في الجيوش الامبراطورية. انا ما شفتكش قبل كده. ما حصليش الشرف. وايه بقى حكاية ماركوريوس دي؟ الجنود اللي اطلقوا الاسم ده عليا في المعركة. ماركوريوس المنتصر. الحقيقة اللي يشوفك لازم يعجب بيك. انت مرتبط يا ماركوريوس؟ يعني بتحب؟ فعلا. وحبيبتك؟ حبيبتي ملهاش مثيل في العالم كله. ياه اقدر اعرف اسمها؟ افضل الاحتفاظ بيه لنفسي. طيب هي من البلد؟ من روما يعني؟ يا جوز لا انت باين عليك غويط قوي بس مش على لونا. ارجوك يا سيدتي انت عايزه ايه مني بالظبط؟ عايزاك وانا ما انفعلكيش. علشان حبيبتك للدرجه دي انت مخلص لها؟ لا عشان انا مسيحي وديني ما بيسمحش بالعلاقات دي.
مسيحي؟ ايوه. قائد من قواد الامبراطور مسيحي؟ واخبر ان انا مسيحي. على العموم ايها المسيحي، لنا لقاء تاني. مرقريوس تعال عنك. مرقريوس افتكر بايدي ممكن ادخلك السجن، وبايدي دي برضه ممكن ارفعك. بص اعمل عليه مرقريوس. تعال عاوز كمل التمرين لحد ما ارجع لك. سير الامبراطور ديسيوس بعت طالب فرقتنا حالي. خد على قواد وجنود فرقة بارتيسيون الحضور فورا للانضمام الى جيش روما العظيم لصد هجمات البربر عند وصول هذه الرسالة. الامبراطور ديسيوس. معنى الكلام ده ان احنا لازم نتحرك حالا. بلغ الجنود وهنستعد للرحيل مع اول شعاع للشمس. امرك مرقريوس تقدر تروح تودع والدتك قبل ما نمشي. خلاص سافر بالسلام. ايوه يا امي في الفجر. ارجوك يا امي هوي عن نفسك. الرب يكون معك. الرب لي راعي فلا يعوزني شيء. نصيبك هو الرب ينجيك من فم الاسود ومن ايدين اعدائك. ارجوك يا امي عايز اسافر وانا مطمن عليك. سافر يا ابني بالسلام. ربنا ينصرك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم التفت الى معونة يا رب اسرع واعني ليخزى ويخجل طالبه نفسي وليرتد الى الخلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما وليبتهج ويفرح بك جميع الذين يلتمسونك ليقل في كل حين محب خلاصك ليتعظم الرب. اما انا فمسكين وفقير. اللهم اعني انت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطل. يا سيدي انا ذاهب وتارك امي بين يديك الحنون. احفظها يا رب من ايدي الحاقدين ومن مؤامرات الشيطان وارفع شأن المسيحيين. امين. ديسيوس ترعاك الالهة وترجع لي سالم المنصور. الامبراطور فاليريانوس حيقوم باعمالي اثناء غيابي في المعركة. اذا احتجت اي حاجة اطلبيها منه ما تتردديش. رفقت السلامة. فاليريانوس كنا جايبين في سنتك. شكرا يا مولاي. اطمئن كل المؤامرات الداخلية اتقضى عليها والامن مستتب والشعب كله بيقدم الذبائح. حتى المسيحيين لازم يقدموا ذبائح ويبخروا للآلهة. حارب انت البربر وانا هحارب المسيحيين وخلص لك عليهم. شكرا يا فاليريانوس. النهارده هزيمة البربر كانت سهلة جدا يا مولاي، والنصر عليهم كان بفضل تدبيرك وخططك. وبفضل قيادتك يا ماركوس انت ومرقريوس في قيادة الكتائب. بصوا يا ابطال، مع اول ضوء هندخل بالمجموعة الرابعة من هنا. رماة السهام هيكونوا مستنيين هنا. اما الفرسان بقيادتك يا مرقريوس
مش هيهجموا الا بعد اول اشارة، بعد ما العدو يدفع بفرسان. خطة حكيمة يا مولانا. ودلوقتي تقدروا تروحوا ترتاحوا يا ابطال. عن اذنك يا مولاي. تفضل. الرب نوري وخلاصي من من اخاف، الرب حصن حياتي من من ارتاح، عند اقتراب الاشرار مني ليأكلوا لحمي، مضايقي واعدائي عثروا وسقطوا، ان نزل علي جيش فلا يخاف قلبي، ان قامت علي حرب ففي ذلك انا مطمئن. المجد لك يا رب. أرسلني الرب يسوع المسيح لأساعدك وأقودك للنصر، فخذ هذا السيف وحارب به البربر، وعندما تغلب تذكر الرب إله. على رأي المثل اللي بيقول تزرعه يقلعك. لا مش هيقدر، مش هيقدر يقلعك ابدا. اديك شايف وسامع بودانك الهتاف لمرقريوس مثل الامبراطور، ومش بعيد يتولى هو قيادة الجيش واتركن انا. انا عايزك تطمن سيد القائد، مش هيحصل على جثتي. ايه اللي خليك متأكد كده؟ لان القائد المنتصر مرقريوس مسيح يا سيد القائد. انت بتتكلم جد؟ انا واثق من كلامي واتحمل نتيجته. اشكرك يا سيدي وحبيبي يسوع المسيح على عظيم احساناتك. يا سيدي اجعل روحك القدوس يجدد طبيعتي وينزع عني الغرور وروح المجد الباطل ويثمر فيا بالمحبة. أشكرك يا مخلصي على إرسالك لي سيف الغلبة. أنا في حياتي ما شفتش راجل واحد يهزم جيش بالكامل. أنا كنت وسط الميدان بشاهد المعركة وكأني شايف شبيه الآلهة هو اللي بيحارب. كان سيفه عبارة عن نور، نور بيلف يحصد الاعداء حصد. معقول؟ اقولك انا شجاعة زي دي عمري في حياتي ما شفت لها مثيل. لذلك قررت انا الامبراطور ديسيوس ان يرقى مرقريوس قائدا للجيوش الرومانية. وماركوس كبر خلاص. انا عايز شباب جديد، دم جديد، شباب شجعان.
حيثات متحيز قوي ماركوريوس. ما تنسيش ان هو سبب النصر. ابعته هاتولي القائد ماركوريوس. القائد ماركوريوس. ما بتسرعش كده. والان ايها السادة اقدم لكم الامير ماركوريوس. وقد اعلناه قائدا للجيوش. الكلاب. انا لازم ابلغ ماركوس باللي حصل بالتفصيل اليومين. كنت اتمنى ان اكون في المعركة بنفسي. كلنا كنا بنشعر بتأييدك أثناء المعركة. أنت صحيح بطل وبتعرف إزاي ترتب كلماتك. أشكرك. من دلوقتي يا ماركوريوس هتحضر جنودك عشان هنخرج كلنا نقدم القرابين والبخور للآلهة العظيمة. ماركوريوس ما جاش ليه؟ تعبان ولا حاجه؟ يا سيدي الامبراطور. اسمح لي سيدي الامبراطور. اقول له ولا تقول له؟ قول له. ما تقول له. قول له انت. اقول له ايه؟ في ايه؟ ايها الامبراطور العظيم، يؤسفني ابلغك ان الراجل اللي انت اخترته وخليته من الامراء وخليته كمان يبقى قائد جيوش الامبراطوريه العظيمه ما رضاش يجي علشان ما يبخرش الالهه. انت بتتكلم عن مين؟ عن ماركوريوس ايها الامبراطور العظيم. مستحيل اصدق. لازم حصل حاجة، او يمكن بينك وبينه ضغينة عشان كده عايز توقع بينا. يا سيدي الامبراطور لازم تتحقق بنفسك، لان قائدك مسيحي ومش هيقدر يجي يبخر للآلهة لانه خايف. هاتولي الامير ماركوريوس. الامير ماركوريوس. مولاي الامبراطور ارسلت في طلبه. ايوه يا امير ماركوريوس ارضى. يؤمرني مولاي. صحيح يا ماركوريوس، هتنفذ اوامري؟ مولاي انا جندي من جنودك. عاد انا برضو كنت واثق من كده. في حاجه يا مولاي؟ اسمع يا ماركوريوس، ايه رايك في اللي يقابل الحب والاخلاص بالجحود؟ سيدي الامبراطور الحب يقابل حب. تمام. ولما انت عارف كده ليه بتحرجني قدام كبار رجال الدوله وانا اللي رأيتك ومنحتك اكبر الرتب في البلد؟ ما حصلش شيء مني يسيء لعظمة الامبراطور. لا، عصيت اوامري وما خرجتش تبخر للآلهة اللي رفقتك في الحرب ونصرتنا. يا سيدي الامبراطور لك كرامتك، انا ما بنكرش انك انت اكرمتني واعطتني قيادة الجيوش، ولكن اعلم ايها الامبراطور اني لم انتصر على البربر إلا بقوة صليب ربي وإلهي يسوع المسيح. وادي القلادة اللي شرفت بيها عنقي أخلاها عن اقتناع، لأن مجدا من العالم لا أريد. عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود. وأنا بعلن أمام كرسيك الإمبراطور العظيم انا مسيحي وبفخر ان انا مسيحي. خساره خساره يا ماركوريوس، وانا اللي كنت بعدك تاخد مكاني في يوم من الايام. يا سيدي الامبراطور باطل الاباطيل، الكل باطل ولا منفعه تحت الشمس. تعجبني شجاعتك ايها القائد، لكن انا اتهيالي انك ممكن تغير موقفك شويه، فحسيبك ترتاح وتفكر حبة. ما تتعبش نفسك،
مفيش اي حاجة في الدنيا هتبعدني او هتفصلني عن محبة المسيح. انت مش عاوز تتعبني وانا مش هتعب نفسي، وما دام انت بقى مصمم على عنادك خلاص. حرس، خدوا راجل الكرامة والشهامة وارموه جوه السجن عشان يدوب مرارة الذل والهوان. يلا يا مركوريوس. القائد مركوس بالبيت، خليه يدخل. بقالنا مدة ما شفناكش يا مرقص. ايه تيلي منعت عنا ولا ابتديت تحبها؟ ديانا يا حبيبتي يا مولاتي، لا هيلين ولا كل نساء العالم يشغلون عنك. كلام وبس، امال ايه اللي خلاك تبعد عنا مولاتي؟ يا مولاتي يا حبيبتي، انا ما يبعدنيش عنك الا الموت. مرقص، نسيت ايامنا الجميلة؟ مش حنسى يا مولاتي، مش حنسى ايامنا الجميلة، ومش حنسى كمان ان الامبراطور بتاعك سرقك مني. الامبراطور في وادي وانا في وادي تاني، كنت فاكره ان لو ما رفعت القائد للجيش انك هتكون جنبي، لكن يظهر ان جوازك من هيلين مساك الدنيا بحالها. ابدا، هيلين يا مولاتي مجرد زوجة، لكن انتي انتي الحبيبة. ماركو، صلوا معي يا ابنائي لاجل فلوباتير مرقريوس ليرفع الله عنه هذه الكأس. يا اخواتي، انا هيلين اختكم في المسيح زوجة القائد ماركوس، ليه نصوص في قصر الوالي وضع ساعة فلوباتير؟ لا يا ابنتي، نحن علينا فقط ان نرفع الصلاة، مش عايزينك تعرضي نفسك للخطر. يا ابتي انا اقصد، يكفينا انك بتبلغين اخباره وعمل الله معاه. إليك يا رب رفعتنا، إلهي عليك توكلت، فلا تخزني إلى الأبد ولا تشمر في أعدائي، لأن جميع الذين ينتظرونك لا يفدون، ليفدى الذين يصنعون الإثم باطل. اظهر لي يا رب طرقك وعلمني سبلك واهدني إلى عدنك وعلمني، لأنك أنت هو الله مخلصي. افرح عندما حديث البكير ولا تخشى من زلات هذا الطاغية، وثق بالرب يسوع المسيح الذي جهرت به لأنه قوي وسيخلصك من جميع شدائدك. أنا مش مصدق، وبصراحة أنا حزين على مركوريوس. مش هو ده البطل اللي عدت تنجح فيه؟ هو من حيث البطولة بطل، وهو سبب النصر، أما حكاية مسيحي دي فمش دخلاني دماغ. اسمح لي يا سيدي الإمبراطور، لونا سمعته أكتر من مرة بيردد إنه مسيحي. وسمعته فين بنت أختك؟ تعالي هنا. إيه اللي سمعتيه وسمعتيه فين؟ يوم حفل الانتصار الأول يا مولاي عرفني به القائد مركوس، لأنه كان واقف زي الغريب، يعني حبيت أزيل عنه غربته وشعره بالأنثى، لكنه رفض أنه يتكلم معايا، ولما سألته ليه قال لي عشان أنا مسيحي. كده يعني حتى قبل ما يسافر معايا وبعد ما سمع المنشور اللي أنا نشرته. ابعتوا هاتولي السجين مركوريوس، فكوا قيوده. لسه برضو مصمم على موقفك يا مركوريوس؟ يا سيدي الامبراطور، انا لا انكر اكرامك الجديل علي، لكن اي محاولة تحاول تفصلني بين مسيحي والهي مش هتجيب معايا اي نتيجة، لاني مسيحي ولا اخاف العذاب ولا اخاف الموت في سبيل ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح. طب روح يا مركوريوس
ارفع البخور علشان خاطري اكراما للآلهة. وعلى فكرة انا بوعدك انك هتكون تاني واحد في المملكة، وهجوزك بنت من بنات اخت الامبراطورة. آلهتك اصنام فضة وذهب عمل ايدي الناس، لها افواه ولا تتكلم، لها اعين ولا تبصر، لها اذان ولا تسمع، مثلها يكون صنعوها بل كل من يتكل عليها. اخلص. يعني تقصد ان احنا اصنام؟ انا حسامحك في دي كمان، وعشان تعرف ان انا بحبك مش عايز اكبرك تسجد للآلهة. كل اللي انا برجوه يا مركوريوس انك تنسى حكاية مسيحك دي خالص. العذاب على اسم يسوع المسيح شرف لي. مركوريوس اخر مرة بدي لك فرصة للرجوع. انا لا اخاف تهديدك لاني سانتصر عليك بقوة الاله، وسافضح ابليس ابيك الذي مصدر لكل الشرور. خذوه يجلد بكرابيك حتى الموت. اتمتع بمنظر بطل الحرب مركوريوس. مركوريوس لسه ما عقلتش يا مركوريوس؟ ربي يا الهي يا سؤالك اسرع الى معونته. عذبوه ولعوا النار تحت رجليه، واي واحد من الحرس هيبدلني النواه حرقيه. فاهمين؟ لازم يجي واحد يقول لي مركوريوس مات. السلام لك ايها المجاهد المسابق الغالي، تقوى فان الرب يعضدك ويقويك لكي تغلب هذا الملك وتفضحه هو واوثانه. لا تخف من عذابك لأنك بعد زمان قليل ستنعم بملكوت السماوات في أورشليم السمائية مدينة الأطهار. يا ترى مش عارفين مركوريوس حصل له ايه؟ تلاقيه مات مش معمول. سيدي الامبراطور حصلت حاجة غريبة امبارح بعد ما سبت الساعة انت وضيوفك. ايه اللي حصل؟ اتكلم. الامير مركوريوس ماله؟ مات خلاص؟ ابدا شوفي تماما. ازاي؟ ظهر نور شديد بصينا لقينا المسجون كانه ما حصلوش اي حاجه. انت مجنون؟ انا عايزك تيجي تقول له مات. مات مات هذا ساحر يا مولاي. اكيد ساحر. طبعا هتقول المسيح هو اللي شفاك. نعم ربي وإلهي يسوع المسيح هو اللي شفاني. المسيح هو اللي شفاك ولا سحرك يا مركوريوس؟ عموما هنشوف لما لحمك يتشوي بأسياخ الحديد ويكلدوك ويعلموك على شجرة. المقلوب افعل ما تريد يا الامبراطور. فليس سلطان على جسدي فقط، اما روحي ونفسي فهي ملك ربي. روحي ونفسي هما ملك ربي. شوية كمان وحيموت. بقاله على كده قد ايه؟ بقاله حوالي 10 ساعات. مش ممكن في انسان يتحمل كده. ما تنسيش يا مولاتي انه لسه شاب وجسمه قوي. خسارة نضيع وقتنا معاه. فعلا. الى اللقاء فلوباتير مركوريوس.
ايه مالك؟ مش عارف اذا كنت غلطان في مسألة مرقريوس دي ولا لا. يا مولاي انت عمرك ما اتخذت قرار غلط، ثم انت اديت له كل الفرص. ايوه بس ده قائد الجيش بتاعي اللي حقق لي النصر، وانا هكافئه بان اقبض عليه وارميه بنفسي في السجن وهسيبه العذاب ده كله. يا مولاي هو اللي كافئ نفسه برفضه لاوامرك للتبخير لالهاتنا واحتقاره ليها. عندك حق، عندك حق، بس انا برضو انا هريحك. ايه عندك اقتراح؟ عندي. قولهولي بسرعة. لونا. لونا؟ لونا مفيش غيرها. ولونا دخلها ايه بالموضوع؟ مش بيقولوا يا مولاي فتش عن المرأة؟ فتش عن المرأة؟ وضحي انا مش فاهم حاجة. هتشوف يا مولاي، ابعتها له ومش هتندم. اتحرك الضيوف عايزين. انت مين؟ انا لونا يا مرقريوس. لونا مش فاكرني؟ لونا مين؟ لونا اللي حافظت على سرك وما رديتش توشي بيك عند الامبراطور رغم انك تجاهلت حبها. وانت انت يا مرقريوس اللي وشيت بنفسك. لونا افتكرت. ليه عملت في نفسك كده؟ عملت ايه؟ يعني انا اقصد ان انت ممكن كنت تبقى الرجل التاني في المملكة، وبعد موت الامبراطور كنت هتجلس على عرش روما العظيم، وانا كمان فانا كنت هجلس جنبك. ساعتها كنت هتعلن ايمانك ومحدش يقدر يمنعك. من ينكرني امام الناس انكره امام ابي الذي في السماوات. مين ده؟ فلوباتير قائد جيوش الامبراطورية. ومين ابوه في السماء؟ انا على استعداد اني اتوسط لك عند الامبراطور، وانا عارف انه بيحبك، بس لازم تبخل الالهة. يا اختي الهتك انت والامبراطور حجارة صماء لا بتسمع ولا بتتكلم، لكن الهي اله حي. وهو فين الهك ده وما انقذكش ليه من العذاب اللي انت فيه ما دمت بتقول انه حي؟ مبارك يا مرقريوس حبيب الرب، من اجل ايمانك وتمسكك بالرب الذي ارسلني اليك لامسح روحك، قوم معافى باسم المسيح. يسوع المسيح أراد أن يضمك للقصيان، سمح لك أنك تشوفي قوته وبهاء مجده. اذهب الآن إلى أسقف مدينتنا لتنال العماد على اسم يسوع المسيح، وأعلني إيمانك ولا تخاف من الذين يبترون الجسد. أنا مسيحية يا مرقريوس. أيوة أنا مسيحية. فرحان في ايه يا مولاي؟ ادي امر للجنود يبعتوا يجيبوا لي حارس السجن. اوامرك.
يا مولاي، الأميرة لونا جاتني وادتني أمركم المختوم بالختم الإمبراطوري، فنزلتها للسجين، وفجأة حصلت زلزلة وشفنا نور عظيم، الرسالة وقعت من إيدي، ولقيت الأميرة عمالة تصرخ وتقول أنا مسيحية أنا مسيحية أنا مسيحية. وإيه كمان يا سيانس؟ وبصيت على السجين لقيته واقف على رجليه وشوفي تماما. الظاهر انهم سحروك انت كمان. لا يا مولاي، ده مش سحر، انا شفت النور، شفت النور الحقيقي اللي عشت طول عمري اتمنى اشوفه، النور اللي نور قلبي وعقلي. انا مسيحي يا مولاي، واله المسيحيين هو الاله اللي هعبده، يسوع المسيح هو الاله الحق. انا المره دي هحرقه بايدي واحرقك انت كمان. خلاص يا مولاي، المره دي مش هيفلت من ايدي. اشعلوا النيران. النار جاهزه يا مولاي. حول على فيك بنفسي يا مرقلوس. سليم ومعاه تماما. انت ظابط مجنون، ابعت فاطمة نشوف اخرتها معاه. امرك يا مولانا. في ايه؟ مركوريوس مات وريحنا. مات ايه انت اخرى؟ تصحي وبقى معافى وسليم. مش معقول، معافى سليم؟ تعال تعال لما نشوف ايه حكايتك. احنا ايه مش هنخلص؟ احسن شيء يا مولاي انك تؤمر بقطع راسه. مركوريوس انا بحبك، والاخر مرة هطلب منك التبخير للالهة. ملعون انت وآلهتك. مركوريوس انت بتسبني انا والالهة؟ يبقى خلاص خلاص يا مركوريوس، لحظتك جمعتها. بامر من الامبراطور يؤخذ مركوريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري، يؤخذ إلى قيصرية كبدك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور تاسيوس يؤخذ مركوريوس القائد الأعلى للجيوش الرومانية الذي أنكر عبادتنا ورفض التبخير لآلهتنا واعتنق دين النصري، يؤخذ إلى قيصرية كبدك وتقطع رأسه بحد السيف. الإمبراطور تاسيوس. أرجوك امهلني لحظة. إليك يا رب رفعت صلاتي، اغفر لي خطاياي الكثيرة وتقبل روحي. يا حبيبي مركوريوس، قد صعد صلوات قلباتك إلي، فتعال الآن لتستمع مع الأبرار، لأنك جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحصص الإيمان. ودي حكايتي أيها المحبوب كاسيوس.
قم الآن وتم مهمتك. وسيدي الوثني اللي بشتغل عنده هعمل فيه ايه؟ سترى. قم ولا تتوانى. وهكذا فعل كاسيوس كما أمره القديس وأخرج الجسد. انت بتعمل ايه؟ امال فين كاسيوس؟ كاسيوس بيحفر طول الليل جنب السور. بيحفر ايه؟ وهي عمل محط لازم يتحفر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ حفار القبور. وايه اللي انت بتطلعه ده؟ سيدي ده جسد الشهيد فيلوباتير. فيلوباتير؟ مين فيلوباتير ده؟ ده شهيد الرب يا سيدي. اي رب؟ انت يظهر عليك اتجننت. اي ايدي والدي ارحمني ايها الشهيد ارحمني. مش عارف احرك ايدي ارحمني. أشكرك أيها القديس وأشكر إلهك. طباك أيها القديس الشهيد العظيم فيلوباتير، أمنت إن دينك على حق. أرجوك ارحم أمي ورجع لها نظرها. السلام لك يا فيرينيا. مين أنا؟ فيلوباتير ماركوريوس أبو سيفين شهيد ربنا يسوع المسيح. أرسلني الرب لك من أجل إيمان ابنتك وزوجك وطلبهم شفائك، وها أنت قد شفيتي. فاذهبي الآن أنت وعائلتك إلى أسقف المدينة لنوال نعمة المعمودية على اسم ربنا يسوع المسيح، وابلغي زوجك أن يبني لي بيع على اسمي ويضع جسدي فيها.